ليه مسكين؟ لأنه لو ما له هواية غالباً حيحط طاقته في شيء سلبي، وهذا يعطينا مفتاح للتعامل خاصة مع المراهقين والشباب اللي عندهم طاقة ما تكبتها، أنت تحولها. المهم أنك تلاقي المفتاح حقك، وكيف حتلاقي المفتاح حقك؟ بأنك تفضل تجرب. بيقولوا لرفع مستوى السعادة في حياتك تعلم 3 هوايات: هواية تجلب لك المال، هواية تجلب لك الصحة، هواية تجلب لك الراحة. إذا أنت تحب عملك فلن تحتاج إلى العمل بقية حياتك، لأنه عملك صار متعة.